باسم الأب والأب والروح القدس الإله الواحد. في ناس كتير بيسألوا عن بداية الصوم، بنبتدي يوم 25. السنة دي هيبتدي يوم 26. ما جراش حاجة، انتوا هتحاسبوا ربنا باليوم. ويبقى العيد 8 يناير ولا 7 يناير. احنا بنعيد يوم 7 يناير، لكن لو 25، لو 29 كياه جه يوم 8 يناير بنفطر فيه، لأن العيد أصلا عندنا يوم 29 كياه. لو 29 كياه جه 8 يناير نفطر فيه. ناس بيسألوا عن صحتي، أشكركم جميعا. واحد بيقول: هل يجوز تقبيل يد الكاهن بعد التناول أثناء أخذ لقمة البركة الألوهية؟ ما فيهاش غلط، إيه الغلط فيها؟ بالعكس، يد الكاهن اللي كان ماسك الأسرار المقدسة تبقى أولى من أي يوم. بيقول: هل الذي يوزع البركة شماس أثناء التوزيع؟ لا، لازم اللي يوزع البركة يكون نفس القسيس. لما الناس ياخدوا لقمة البركة من القسيس يبقى ده الوضع السليم، وكمان بتبقى فترة افتقاد، القسيس يعرف مين اللي جه ومين اللي ما جاش، وجايز يقول لهم كلام إلى آخره. واحد بيسأل: هل سفر نشيد الأناشيد عبارة عن حب بين رجل وامرأة؟ لا طبعا، سفر النشيد عبارة عن حب بين الكنيسة وربنا، أو حب بين ربنا والنفس البشرية. إما حب بين ربنا والكنيسة أو بين ربنا والنفس البشرية. مش قصة حب بين رجل وامرأة. الكلام اللي فيها لا يوحي بأنه حب بين رجل وامرأة. لو حب بين رجل وامرأة ما يقولش أن الحبيبة بتاعته مثل جيش بألوية، ألوية جمع لواء، في واحدة ترضى أنها تبقى زي جيش بألوية؟ ليه هي داخلة تتخانق في الزواج؟ مش معقول الكلام ده. أو يقول إن حبيبته دي مثل فرس في مركبات فرعون، في واحدة ترضى إن يقولوا عليها إنها فرس في مركبات فرعون؟ أو مثلا يقول إن شعرك مثل قطيع ماعز رابض عند جبل جلعاد، في واحدة تقبل إن شعرها يبقى زي قطيع ماعز رابط عند جبل جلاد؟ كلها عبارة عن معاني رمزية وروحية، ما تتخدش على إنها بين رجل وامرأة.
وحاجات كتيرة من هذا النوع. هل في واحدة مثلا تقبل أن يقول لها من هذه الطالعة من البرية مثل أعمدة الدخان معطرة بالبر واللبان وكل أزرة التاجر؟ ما فيش واحدة أبدا تقبل أنها تشبه بأعمدة الدخان. لكن ممكن أن الكنيسة يقال عنها في هذا الأمر إنها زي ذبيحة، زي رائحة بخور. ممكن في ألفاظ كثيرة لا يمكن إنها توحي بأنها بين رجل وامرأة. كمان لو كانت هكذا ما كانتش الكنيسة اعتمدتها كجزء من الأسفار المقدسة على مر العصور، مش ممكن. لكن اللي بيحاربوا الكتاب المقدس بيقولوا حاجات زي كده لأنهم مش فاهمين إيه الروحيات اللي موجودة في سفر النشيد. واحد بيسأل المسيح قال لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة، مش معناها لشعب إسرائيل فقط، بدليل إن السيد المسيح قال في مرقس 16-15 اكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، اكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. وأيضا قال للتلاميذ في أعمال 1-8 لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وحينئذ تكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية وفي السامرة وإلى أقصى الأرض. إذن هو أراد أن الكرازة تكون للعالم كله، لكن في الأول كانت البداية بهذا الشعب الذي عنده النبوات والعهود القديمة والتاريخ، فكانت البداية به. لكن طبعا للعالم أكبر. واحد بيقول ما موقف إخواتنا المرضى بالبرص، هل يعتبر نجاسة؟ لا، هو مرض معدي، فالبعد عن العدوى شيء والبعد عن نجاسة شيء آخر. واحد بيقول كتاب العذراء حلت الحديد وهل فيه أخطاء؟ أنا ألقيت محاضرة على الموضوع ده من مدة ربما شهرين أو أكتر، ونشر كالسؤال في مجلة الكرازة، وهيطلع في الجزء التاسع من كتاب سنوات مع أسئلة الناس الذي سيصدر قريبا إن شاء الله، يعني في بحر الشهر كده بالكثير يكون طلع أو أقل. والسحر برضو اتكلمنا عليه. واحد بيقول لماذا يتغير اسم الأب الكاهن عند رسامته؟ إذا كان اسمه من الأسماء المقبولة كأسماء الأنبياء أو القديسين أو حاجة زي دي أو اسم في الكتاب المقدس، ممكن إنه لا يتغير. وعندنا ناس كتير جدا رسمناهم ولم نغير أسمائهم.
يعني افرض واحد اسمه ميخائيل ممكن يترسم باسم ميخائيل، واحد اسمه جرجس ممكن يترسم باسم جرجس، ما جراش حاجة. ولكن إذا كان اسمه سمير ولا هنقول أبونا سمير، مش معقول. إذا كان اسمه رجائي أو كمال أو يعني أي اسم من الأسماء دي، مش معقول هنقول له يا أبونا رجائي يا أبونا كمال، يعني مش معقول. بنختار له اسم من أسماء القديسين أو أسماء الأنبياء أو الرسل إلى آخره. كمان تغيير الاسم يعتبر رمز لتغيير الحياة من حياة علمانية إلى حياة مكرسة لله. وعندنا أمثلة في الكتاب، عندنا أمثلة في الكتاب المقدس كثيرة، لدي زي إبرام تسمى إبراهيم، وساراي بقى اسمها سارة، وشاول بقى اسمه بولس، وسمعان ابن يونا بقى اسمه بطرس. يعني في تغيير أسماء موجودة في الكتاب المقدس عشان إثبات إن حياته قد تغيرت. واحد بيقول هل الذي حدث اليوم هو علامة من علامات الأيام الأخيرة؟ لا طبعا، علامات الأيام الأخيرة أنا قلت لكم عليها قبل كده، لكن مجرد زلزال بسيط قوته 5.7 أو 5.8، وما عملش أضرار تذكر، يعني دي حاجات تسلية هتتعودوا عليها إن شاء الله وما تتضايقوش. يعني الناس في الزلزال اللي فات كانوا خايفين ومرعوبين، الناس في الزلزال ده خدوه ببساطة، يعني اللي نايم على السرير ولقى السرير بيتهز تحتيه قال ولو، وفضل يكمل يومه، يا ما جراش حاجة. لكن مجرد كثرة الزلازل، كثرة الزلازل في بلاد متعددة وفي فترات متقاربة تدل على أن الأرض في حالة شيخوخة، ابتدت تتهز شوية، لكن مش معناها أنها في شيخوخة قد قربت من الانتهاء. لسه بدري، لما تكمل العوامل العلامات اللي جت في الكتاب المقدس يبقى نقول قد أتت الساعة أو قد قربت الساعة. ودي حاجات برضو كلمتكم عليها كتير. واحد بيقول لماذا يكون التصوير بالكاميرا ممنوعا في الأديرة؟ ما حدش قال التصوير ممنوع في الأديرة، لكن العيب هو تصوير حالات خاصة، يعني حالات تدخل في الحياة الخاصة للرهبان أو حالات فردية خاصة. والتصوير عموما لابد أن تكون فيه عوامل اللياقة، اللياقة يعني شيء لائق ولا لا. ما تجيش لواحد في أي منظر معين وتروح واخد له صورة، مش بس في الأديرة، في أي حتة. افرض في حفلة والناس بيأكلوا وواحد فتح بقه، تاخد له صورة هو فتح بقه، أو بيمضغ تاخد له صورة وبيمضغ، يعني مش لطيفة برضه. التصوير يحتاج لياقة، يعني نوع من التقدير اللي فيه مراعاة لشعور الآخرين.
يعني تروح في دير وتلاقيهم في حتة ناشرين غسيل، تاخد صورة للغسيل برضو غير لائق. فمحدش منع التصوير في الأديرة، لكن تمنع الأشياء البعيدة عن اللياقة. أظن مفهوم كلمة لياقة دي ليها معنى تاني مش راضي أقوله، لكن أنتم من نفسكم تقدروا تفرقوا بين ما هو لائق وما هو غير لائق. واحد بيقول نحن طلبة بكلية التجارة إدارة الأعمال وعندنا امتحان يوم العيد 7 يناير، هل هذا من المعقول؟ أرجو أن أنا أتصل بوزير التعليم علشان يأجلوا هذا الامتحان أو يقدموه، لأن طبعا مش أصول يكون في امتحان يوم 7 يناير. ربما لأن الأستاذ ده مثلا ما يعرفش فين أعياد الأقباط، وبرضه أصول كأستاذ في الجامعة يعرف مواعيد أعياد الأقباط على الأقل لكي يهنئ زملائه وطلابه بالعيد. أرجو أن أنا أتصل بالسيد وزير التعليم، وهو رجل طيب ولا يقبل هذه الأمور إطلاقا. واحد بيقول هل ممكن الاعتراف على قداستكم؟ هتلاقي وقت منين قبل. واحد بيقول اقع في تجارب كثيرة، وهذه التجارب تجعلني أضعف وأقول إن ربنا لا يشعر لي. إزاي بقى؟ وآخر تجربة أريد أن أعمل وقد طلبت من الكهنة في الكنيسة فلم يهتموا، وأنا خايفة إن الشيطان يجعلني أمشي في طريق الشر. لا مش عيب يا بنت تقول الكلام ده لكي أحصل على المال، يعني تبيعي نفسك علشان تاخد فلوس؟ عيب الكلام ده. طب ده عندنا في البلد يمكن ما يزيد عن 1,000,000 متعطل، ده كلام نشر يعني. فهل 1,000,000 دول يتركوا ربنا كلهم؟ اصبري شوي وربنا يبعت لك وظيفة، اصبر شوية وربنا يبعت لك. ودي مسألة موجودة، حكاية البطالة موجودة في بلاد كثيرة جدا من بلاد العالم. في الحقيقة إن التكنولوجيا الحديثة خلت الآلة تقوم بدلا من الأيدي البشرية في العمل، فممكن اللي كان يعمله 30 أو 40 واحد تعمله آلة واحدة فتوجد بطالة. وهذا حدث أيضا في بدء العصور الوسطى في الحركة التي سميت بالانقلاب الصناعي، وجدت بطالة كثيرة لأن الآلة تحل محل الكل في كل عمل من الأعمال. يعني زي ما قلت مرة في مسألة الري، كان ممكن الفدان يرويه 6 من الفلاحين، 6 لكل فدان. دلوقتي بطريقة الري بالرش آلة بتروي، ممكن إنها تروي 40 فدان 20 فدان
اللي كانوا بيأخذوا 120 عامل أو أكثر ترويهم آلة واحدة. وهكذا في أدوات البناء وحاجات كثيرة في كل حاجة. فربنا يساعد الناس اللي مش لاقيين شغل ويساعد البلاد على أنها توجد ولو أنواع من الصناعات الصغيرة. على كل نفوت علينا ودينا اسمك ونشوف حكايتك ايه. اسمك وعنوانك. فيه ناس بيقدموا لي صور، والصور بطريقة من اللمعان ومش ممكن الألم يمشي عليها. فما يزعلوش الناس اللي قدموا صور وما مضتش عليها. حاولت أمضي على واحدة ما أمكنش وسبت الباقي. يا ريت تشوفوا الصور اللي تقدموها يكون يقدر الألم يمشي فيه. ما بيمشيش. زي مثلا مدرس يكون داخل في فصل والتلامذة شقاي وعايزين يعكسوه، فيتهنوا السبورة بالشمعة كده يعملوه، فيجي يكتب ما مش ماشي يقعد يضحك. ففي صور معمولة بطريقة الألم ما يمشيش فيها. يا ريت في الصور اللي تقدموها ليا تكون من النوع اللي يصلح فيها الإمضاء. واحد بيتقدم باقتراح وهو اقتراح كويس في الحقيقة. بيقول نرجو أن تصدر مجلة الكرازة في العدد الختامي لنهاية السنة ومعها ملحق يتضمن فهرس موضوعي عن الموضوعات اللي وردت بالمجلة. إن شاء الله أحاول أن أنا أعمل الحكاية. كنا عملنا الموضوع ده زمان أيام ما صدرت الكرازة سنة 65 و66 و67 كان فيها فهرس تلك. لكن دلوقتي بقى نحاول نرجع لدي تاني. في صور بتجيني القديس ما فيش على راسه هالة، فبضطر ما بمضيش عليه. في شهادات شمامسة برضو قدم شهادة شموسية، وأنا ياما اتكلمت على الموضوع ده إن كلمة شموسية غلط، والعجيب ماضي عليها القسيس وبعتها لي. فمش أصول الأب الكاهن يمضي على شهادة مكتوب فيها شموسية. طبعا ترجمة السؤال ده مش يعرفوه الخواجات. واحد بيقول للرجا توضيح علامات الطريق الروح السليم. ده أنا عملت لكم كتاب اسمه معالم الطريق الروحي، بس صاحب السؤال ما كانتش على أيامه ولا حاجة. واحد بيقول أنا طالب بالمرحلة التعليمية الجامعية وأريد أن أعيش حياة الرهبنة وأفكر كثيرا في هذا الموضوع. خلص الجامعة وبعدين اتقدم للضيف وتخلص كمان التجنيد العسكري. لكن دلوقتي وانت لسه تلميذ تقول أروح الرهبنة؟ لا، ده حرب.
one of the visitors is asking about the terminology of Theotokos for Our Lady. It is used to clarify that Our Lady is the mother of the Logos incarnate, the God in flesh, as it is mentioned in 1 Timothy 3:16. For our brother who sent this question, I may give him my book about the nature of Christ. To clarify the divinity of our Lord. And it was used also after the heresy of Nestorius. Because Nestorius taught that Our Lady Virgin Mary gave birth of a human being, and this human being was accompanied by God afterwards. That means she was the mother of any normal person. And that was a heresy anathematized by the Ecumenical Council held in Ephesus in 431. نكتفي بالأسئلة دي. أي ترتيلة بسيطة ونكتفي. أشكر الأخ اللي بعت جواب دلوقتي باستجابة سريعة وإن شاء الله نشوف الحكاية دي. بسم الآب والاب والروح القدس الإله الواحد أمين. في السلسلة اللي ماشيين فيها في الكلام عن ربنا وعلاقته بالإنسان، أريد أن نأخذ اليوم بعض تأملات عن الله في الخلق. الله كخالق، في فرق كبير بين خالق وصانع. الصانع أمامه مادة بيصنع منها شيء، أما الخالق فهو الذي يكون من العدم، من مفيش. وطبعا كون إن الله يخلق من العدم دي دليل على لاهوته، ولذلك لا يمكن إن أحد يسمى خالقا إلا الله وحده. على إن إحنا لما هنتكلم عن الله كخالق نتكلم في الموضوع ده على عدة أمور: القدرة اللي عند الله في خلقه، محبته للجمال، محبته للنظام، الفن، الحكمة، التواضع. كل هذه الأمور يتجلى فيها الله في خلقه. متى بدأ الله يخلق؟ الله كائن منذ الأزل وهو كائن وحده، ومرت ملايين الملايين وما لا يحصى من السنين والله وحده، ثم بدأ يخلق. بدأ يصنع من لا شيء كائنات أخرى منحها نعمة الوجود. ولذلك لما نسأل نقول لماذا خلق الله الإنسان،
نقول من جود الله، من كرم الله، منح الوجود لمخلوقات منه لم تكن موجودة من قبل. بدء الخليقة سمي، أطلق عليه الكتاب عبارة في البدء. في البدء خلق الله السماوات والأرض. في البدء يعني في بدء قصة الخليقة. هنا في البدء يعني في بدء قصة الخليقة، غير في البدء اللي في يوحنا 1:1، في البدء كان الكلمة، يعني في الأزل كان الكلمة. خلق الله العالم كله في 6 أيام. هذه 6 أيام كانت مجال تأمل كثير من القديسين، ألفوا عليها كتاب اسمه هيكسا ميروس. هيكسا يعني 6، أميروس يعني يوم في اللغة اليونانية. هيكسا ميروس يعني 6 أيام، في العربي بيقولوا اكسماروس، زي الهيكسا ميروس بتاعت للقديس باسيليوس الكبير، للقديس إبيفانيوس، للقديس جون كريسستوموس يوحنا ذهبي الفم. 6 أيام هذه لم تكن أياما شمسية، لأن ساعات ناس يقولوا الجيولوجيا بيقولوا في أجزاء من الأرض عمرها ملايين من السنين. هذه الأيام لم تكن أياما شمسية، لأن الشمس صنعها الله في اليوم الرابع. لما تقروا تكوين إصحاح 1 تلاقوا ربنا صنع الشمس في اليوم الرابع. إذن الـ4 أيام الأولى لم تكن أياما شمسية، لأن الشمس ما كانتش موجودة. كذلك اليوم السابع لم يقل عنه الله كان مساء وكان صباح يوما سابعا، فنحن ما زلنا نعيش في اليوم السابع الذي لم ينتهي حتى الآن. إذن أيام الخليقة 6 هي فترات زمنية، قد تكون لحظة من الزمان وقد تكون ملايين من السنين. لحظة غير فترة غير محددة، اصطلح على بدايتها ونهايتها بعبارة كان مساء وكان صباح. الله من قدرته خلق هذه الخليقة الكثيرة العجيبة، ملايين الملايين من المخلوقات. من الصعب إحصاؤها، من الصعب، وهي تتكرر جيلا بعد جيل. يعني ملايين بتعيش في أيامنا، وفي نصف قرن أو أقل تتكرر، ناس يموتوا وناس يعيشوا. حينما ننظر إلى النظام العجيب الموجود في الكون نمجد الله، زي ما بيقول المزمور 19: السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. يعني يكفي انك تنظر للسماء فتمجد ربنا. الفلك وقوانين الفلك اللي بتربط اجزاء ببعضها، الكواكب، النجوم، الشهب، المجرات، ملايين ملايين ملايين.
من الصعب حد يعد النجوم ولا يعد الشهب ولا المجرات. المجرات دي اللي زي ما تلاقوا في السماء في كتلة من الضوء كده مش باين فيها تركيبات ويكون فيها ملايين الكواكب، هي عجيبة في أعدادها وعجيبة في أبعادها وعجيبة في أحجامها. يعني في نجوم هائلة الحجم، هي بينالكم صغيرة كده، لكن في كواكب يعني أكبر من الأرض دي. علاقتها ببعضها البعض، يعني مثلا لما تاخدوا مجرد الأرض والشمس والقمر والعلاقة بينهم وبين بعض وما ينتج عن هذا في دوران الأرض حول نفسها، ما ينتج من ليل ونهار ومن دورانها حول الشمس، ما ينتج من الفصول الأربعة، حاجات عجيبة جدا. نظام لا يتغير ولا يتبدل منذ نشأته حتى الآن. إيه ربنا العجيب جدا اللي خلق هذه الأنظمة وهذه القوانين، لدرجة إن في كليات اللاهوت كان يدرس الفلك، لأن علم الفلك ممكن يؤدي إلى إثبات وجود الله. ده مجرد ثقب في الشمس اللي هو الأوزون عمل لنا كركبة كبيرة ونتائج صعبة، والتغيير في الحرارة والذوبان في السلوب، وحاجة مجرد ثقب. أسرار الفلك دي نحن لا نعرفها، وأسرار باطن الأرض أيضا نحن لا نعرفها، وعلوم البحار نحن لا نعرفها. تلاقي معهد اسمه علوم البحار بيدرس، لأن في أشياء كثيرة نحن لا نعرفها. الكون ده كله ما الذي نعرفه؟ الله خلق الكون، لكن مين فينا يعرف الكون ده ماشي ازاي؟ بنعرف بعض المعرفة. يعني بولس الرسول قال عن ربنا انه على العالم الآخر انه يعرف بعض المعرفة، لا ده عن هذه الأرض نفسها وعن هذا الكون اللي بنعيش فيه نحن نعرف بعض المعرفة. ده من الحاجات العجيبة اللي الواحد يبص لها كده في خلق الله للكون ويستغرب منطقة انعدام الوزن اللي موجودة في الجو، اللي الناس يخرجوا من طيارة ويمشوا فوقيهم فضاء وتحتيهم فضاء وهم ماشيين في السكة ومش خايفين. ده ايه ده؟ ده عجب في عجب. عالم منظم منسق مرتب متسق بيشتغل بطريقة عجيبة. قريت مرة في كتاب لأحد أساتذة الجامعة، كان في وقت من الأوقات رئيس مجلس الجامعة اسمه الدكتور أحمد زكي باشا، كان باشا زمان، كتاب اسمه مع الله في السماء، بيصور بقى النجوم وهي بتلف حوالين نفسها من الغرب للشرق وبتلف حوالين بعضيها، وبيقول زي حفلة راقصة موجودة في السماء بيلفلفوا حوالين بعض وبيرقصوا. السماء دي فيها جمال عجيب بس احنا ما بندركوش.
ده هذه النجوم أيضا بتقود البدو في الصحراء بالليل، يعرفوا اتجاههم بواسطة النجوم. دراسة كبيرة جدا، يعني لما تشوفوا مخلوقات الله وتلاقوا كل نوع من المخلوقات عبارة عن علم من العلوم الكبيرة، الناس بتاخد فيها رسائل دكتوراه، مش رسائل دكتوراه في السبع ولا في الأرض وفي البحار، فأي حاجة صغيرة كده تلاقي اللي بيقدم عن دكتوراه في الناموس، ناموسة يعني دي تاخد دكتوراه، تاخد النحلة أهي حشرة بسيطة من الحشرات ياخدوا فيها دكتوراه. ده العسل بتاع النحلة والشموع بتاعة النحلة، ده وسياسة وإدارة النحل، دي مجرد حشرة بسيطة، حاجة عجيبة جدا. إيه ربنا في الخلق اللي خلقه؟ يعني قدرة فوق الوصف. باطن الأرض إحنا لغاية دلوقتي ما نعرفوش ولا نعرف أسراره. خدوا مثلا اللي بيستخرجوا البترول من تحت الأرض، بيعملوا اكتشافات، وجايز اكتشافات ينزل تحت الأرض 10 كيلو 20 كيلو وما يلاقيش حاجة ويسيبها ويروح في حتة تانية ويسيبها ويروح في حتة تالتة لغاية لما يلاقي بترول أو غاز طبيعي. احنا ما نعرفش باطن الأرض فيه ايه. الجبال اللي موجودة عندنا ما نعرفش فيها ايه. زمان كانوا بيستخرجوا منها الذهب ويستخرجوا منها النحاس ويستخرجوا منها أحجار كريمة كثيرة. ده في جنوب أفريقيا في شركات لاستخراج الذهب، رحنا زرناهم هناك، حاجة عجب. بينزلوا قد ايه وبيروحوا فين ويعملوا كهوف تحت الأرض ومغاير تحت الأرض، وإزاي يقطعوا الحتة اللي فيها ذهب ويستخرجوا منها الذهب وباقي الأحجار الكريمة. يعني مين عارف الأرض دي فيها إيه؟ ناس يفتكروا بس الأرض دي عشان نمشي عليها؟ لا، ده في أسرار نحن لا نعرفها. المياه اللي تحت الأرض، احنا في الأديرة بنعيش في الزراعة وفي شربنا أيضا على الماء اللي تحت الأرض. اوعوا تفتكروا ناس يقولوا لكم مثلا تعمير الصحاري يجيبوا في أرض رملية ويزرعوا، لا لا، ده الصحراء دي تلاقوا فيها أرض رملية وتلاقوا فيها أرض طفلية كلها طفلة، يعني طينة خضرة كده تحفر لعمق عشرات الأمتار كله طفلة، وأرض زلطية وأرض جيرية وأرض حجرية وأرض ماسلينيوس، خليط من كل هؤلاء. ربنا خلق الكون ده كله أسرار. إيه يا رب إزاي أنت عملت كل ده؟ احنا نقف في عجب، ايه ربنا؟ ايه القدرة والتنوع اللي اوجده في الكون؟ ايه جمال الطبيعة من جبال لأنهار لبحيرات لمزارع؟ انتوا هنا بتشوفوا الجبال قفراء في بلادنا، لكن في بلاد أخرى تلاقيها جبال كلها خضرة، جبل أخضر كله مليان أشجار وثمار وأزهار، وعجب في عجب. ربنا خلق الكون وفيه أسرار كثيرة نحن لا نعرفها، وبنقضي وقتنا لكي نتكشف مجرد أسرار الله في هذا الكوكب البسيط الذي يسمى الأرض.
أمال الباقي ده يبقى إيه؟ حاجات عجيبة. إيه الينابيع؟ إيه الشلالات اللي تسقط في منحدرات في أنهار ويستخرجوا منها الكهرباء؟ يعني تبصوا للحاجات دي وتعجبوا. إذا كان الكون فيه عجب كبير من هذا النوع، فالإنسان الذي يسمونه العالم الصغير مايكروكوزموس، عالم صغير، ده تلاقوا مليان أسرار. إيه القلب اللي ربنا خلقه في الإنسان وإزاي بيمشي بدقة عجيبة؟ إيه المخ والمراكز اللي موجودة في المخ؟ مركز للسمع، مركز للبصر، مركز للحركة، مراكز للذاكرة، حاجات عجيبة. كون كبير كده، بحيث لو حدث أي خلل فيه، أي دمج في المخ، لا يمكن إصلاحه إطلاقا. كل قدرة الإنسان اللي طلع مراكب الفضاء للكواكب ما يقدرش يصلح مجرد خلل بسيط في مخ الإنسان. تركيبة عجيبة عملها ربنا، وكل مخ يختلف عن الآخر، يختلف عنه في التركيب، يختلف عنه في الذكاء، يختلف عنه في الحواس، حاجة عجيبة. قعدت بره مع طبيب شهير من اللي بيشتغلوا بالإبر الصينية، قال لي جوف الأذن من هنا فيه مراكز زي مراكز المخ. ايه ده؟ في الودان؟ دي حاجات عجب في عجب. ايه عالم الأعصاب؟ ايه تركيبة الإنسان من جوه؟ الحركة اللي بتشتغل، وظائف الأعضاء اللي بتشتغل في اتساق عجيب بينها وبين بعض. تاكل لك أكلة من الأكلات تلاقي أجهزة الجسم بتشتغل في الأكلة دي، من أول السنان واللسان لغاية لما تخش في الجسم كله مع الإفرازات اللي تيجي فيها، وبعدين تتحول الأكلة اللي انت كلتها إلى نسيج في جسمك أو بعض من دمائك. الأكلة؟ أيوة الأكلة. إزاي دي؟ ولما تتحول لجزء من دمائك تبقى دماء من نفس الفصيلة والنوع، ولما تتحول كأنسجة من جسمك يبقى نفس الوضع. إيه ما يوجد جوه الإنسان في تركيبه الجسداني العجيب؟ ما يوجد في نفسيته من تركيبات أخرى وأنواع نفسيات عجيبة. إيه الروح اللي موجودة في الإنسان؟ عالم آخر. إيه ربنا اللي خلق كل ده؟ عجب في عجب. نحن نقف أمام الله مذهولين ومنبهرين من كل ما صنع ويصنع في جسم الإنسان، في نفس الإنسان، في روح الإنسان، في مصير الإنسان. تلاقي إنسان بيتحرك ويمشي شرق وغرب في لحظة، بقى جثة. إيه التغيير اللي حصل؟ عبارة عن أشياء عجيبة. إيه ربنا في مخلوقاته؟ عالم الألوان والموسيقى اللي عند ربنا دي نخليها لمحاضرة أخرى، لكن حاجة عجيبة جدا على قدرة الله.
في مرة من المرات كنت بتكلم عن قدرة الله كخالق، فقلت مجرد صوابعك دي هي دي تدل على وجود ربنا. كل بصمة تختلف عن بصمة أي إنسان آخر. يعني صوروا لما يكون عندنا في مصر 60 مليون، يبقى 60 مليون بصمة، غير ملايين الناس في الصين في 1000 مليون، يبقى 1000 مليون بصمة، كل واحدة تختلف عن التانية. ده انت لتجيب ما تجيب اي مهندس او فنان يرسم لك رسومات ما يقدرش يطلع لك ملايين من هذه الرسومات المختلفة. تقول لي وجود الله نسبته بالفلسفة؟ لا، نسبته ببصمة صباع. خد بصمة الصوت، كل واحد صوته مختلف عن التاني. واحد يكلمك في التليفون تقول له ألو فلان ازيك، عرفت منين؟ ليه بصمة صوت تختلف عن أي واحد تاني. ازاي ربنا خلق كده؟ عجب في عجب. احنا بنقف مذهولين أمام ربنا في كل ما يعمله. العجيب إن ربنا خلق الكل، كل الكائنات دي بمختلف أنواعها ودرجاتها. يعني خلق القرد والغزال، تقول ليش جميل وقبيح؟ كل، ومين قال إن القرد مش جميل؟ ده جميل في ظرفه، في لطفه، في لعبه، في يعني كله، ما حدش قال. ده لو أم القرد قالوا لها تولدي غزال تقول لا، مفيش احسن من القرد، تولد قرد يعني قرد. خلق القرد والغزال، خلق الماده وخلق الروح، خلق السماء وخلق الارض، خلق انواع، يعني الإنسان والحيوان، العالي والواطي، الجبل والوادي، خلق المادة السائلة والمادة الغازية والمادة الصلبة، خلق أنواع وأشكال، كل ده موجود تحت ضابط الكل بيتصرف فيه. خلق الأسد الضخم القوي وخلق الدودة، ده تواضع من ربنا أن يخلق دودة. تقول له في البشر يقول له خليك أنت للحاجات الكبيرة العظيمة وسيب الدودة دي لحد صغير، يقول لك لا، أنا أخلق الأسد القوي والفيل الضخم والدودة اللي لا راحت ولا جت والنملة. لما نقول بقى ربنا يعرف كل هذه الكائنات ويعرف أعدادها كلها ويعرف تحركاتها كلها ويعرف عملها كلها، ده إيه الطاقة؟ إيه القوة دي؟ إيه القوة دي؟ أنواع مختلفة، أنواع مختلفة ومتعددة من الكائنات البحرية والكائنات الأرضية والكائنات الجوية والكائنات التي تحت الأرض. عالم متكامل. خلق الله السماء، أول آية في سفر التكوين، في البدء خلق الله السماوات والأرض، في البدء خلق الله السماوات والأرض. السماوات تعني أيضا
الكائنات السمائية أيضا، والأرض تعني أيضا الكائنات الأرضية. الكائنات السمائية زي الملائكة الأبرار والملائكة الذين سقطوا الأشرار، كائنات سمائية عجيبة خلقها الله. خلق الكاروبيم الشاروبيم والسارافيم، ستة أجنحة للواحد وستة أجنحة للآخر إلى آخره، وخلق العروش، وخلق رؤساء الملائكة، وخلق الأرباب، وخلق أنواع الجنود والقوات من الملائكة، وكل دول أنواع وأشكال. والملاك ممكن ينتقل من السماء إلى الأرض في لمح البصر، ومن الأرض للسماء في لمح البصر، لا يمنعه عائق في الطريق. إيه ده؟ إيه القوة العجيبة أيضاً التي لهذه الملائكة اللي قال عليهم داود النبي: باركوا الله يا ملائكة المقتدرين قوة. الملائكة اللي ممكن تصنع عجائب، لها قوة جبارة. ملاك واحد في يوم قتل جميع الأبكار، من ابن فرعون الجالس على العرش إلى ابن الجارية التي تطحن على الرحم في يوم. ملاك سد أفواه الأسود في قصة دانيال، إيه القوة العجيبة دي؟ ملاك ضرب أهل سادوم بالعمى فما شافوش حاجة. ملاك أنقذ بطرس من السجن، وأنقذ بولس وسيلة من السجن. يعني قوة عجيبة موجودة عند هؤلاء الملائكة، وجمال عجيب موجود عند هؤلاء الملائكة. الشيطان، ما هو الشيطان ده كان ملاك. تقول لي ربنا خلق الشيطان، أقول لك ربنا خلقه ولكن لم يخلقه شيطانا، وإنما خلقه ملاك. يقال عنه في حسقيال النبي كامل الجمال والبهاء، حسقيال إصحاح 28، كامل الجمال والبهاء وملآن بالحكمة. إيه ده؟ إيه ربنا في الخلق العجيب ده؟ وأصبح كل هؤلاء أيضا ليهم ترتيباتهم. العجيب إن ربنا كخالق خلق كل شيء في هدوء عجيب، في هدوء عجيب. كان يمكن يقول فليكن كون فيصير الكون، فليكن إنسان ونبات وحيوان ودنيا مختلفة الأصناف والأشكال فيكون، لكن ابتدى يرتب بحكمة بنظام بعجب. خلق أولاً المادة، ثم بدأ يشكل هذه المادة، فخلق في اليوم الأول النور. تقول لي يعني النور؟ صنع ربنا من المادة، من المادة النار، التراب، الهواء. أعد كل شيء في الأول قبل أن يخلق الإنسان، لغاية لما يجي الإنسان يلاقيها جاهزة. أمامه النور، أمامه الطعام، أمامه الأهوية، الجو الحر البرد.
وأعد كل شيء للحيوان قبل خلقه، أعد له النبات اللي يأكله والمية اللي يشربها بترتيب، اشتغل بترتيب كل يوم بهداوة يعمل فيه أشياء. لكي يعلمنا الهدوء أيضا، وخلق كل شيء بالنظام، كل شيء بهدوء، كل شيء بالنظام، كل شيء بحكمة. واحنا بنرتله في المزمور نقول لأن كل شيء بحكمة قد صنعت. قال الله ليكن نور فكان نور، ورأى الله النور أنه حسن. العجيب أن ربنا في تواضعه أيضا قال ليكن نور فكان نور، وبقيت الظلمة، وفصل الله بين النور والظلمة. نقول له ليه يا رب أبقيت الظلمة ومنحتها وجودا، بل ومنحتها سلطانا، فقلت في قصة الصلب هذه ساعتكم وسلطان الظلام. كل ده من تواضع ربنا ومن طول أناته. على فكرة الظلمة المادية لها فايدتها برضه، لو كان العالم كله نور وما فيهوش ظلمة امتى الناس كانوا هيهدأوا وامتى الناس كانوا هيناموا؟ مش سهل ده. لما يكون واحد مسافر في طيارة وهيقضي الليل في الطيران يدوله حاجة سودة كده يربطها في عينيه عشان ما يشوفش، عشان يقدر ينام، لأن الضوء لما بيلاعب جفن العين بيصحصح يكون في ضلمة كده. فالظلام ليه فايدة برضه، ولو ما كانش فيه ظلام في الليل ما كانوش الناس عرفوا يناموا ولا يستريحوا ولا يهدأوا. والبصر أيضا لما يتعرض للضوء باستمرار يتعب. كل حاجة ربنا عملها لفايدة، عملها لفايدة. من الأشياء العجيبة التي قرأتها زمان كان سؤال وجه للقديس جيروم وأجاب عنه منشور في مجموعة نيسين أند بوست نيسين فاذرز. بيقول له إيه فايدة الحشرات اللي ربنا خلقها؟ تصوروا جيروم في بداية القرن الخامس يجاوب إجابات عجيبة عن الفوائد الطبية والعلاجية والحاجات اللي موجودة فيه تستخرج من كثير من الحشرات. القرن الخامس حاجات ما نعرفهاش ربما لغاية دلوقتي. كل حاجة ربنا في خلقه إداها فائدة. في خلق ربنا للعالم يوجد أيضا الحنو والشفقة. كما قلت لكم مرة الأسد يستطيع يفترس الغزال، لكن الله أعطى الغزال قوة في الجري أسرع من الأسد عشان يهرب منه. ربنا عنده حنو، عنده حنو، يستطيع الهدهد انه يلقط الدودة وياكلها، وربنا ادى الدودة فرصة انها تخش تحت حجر ما يقدرش الهدهد ينقر في الحجر ويجيب الدودة. ربنا في خليقته بياخد باله من كل حاجة، يرعى حتى فراخ الغربان التي تدعو، يرعى الدودة التي تدب تحت حجر.
في قصة يونان في حاجات عجيبة من هذا النوع. يقيم العدل بين كائنات من خلقه وكائنات أخرى. الخلق موجود عند ربنا باستمرار، يعني اوعى تفتكروا الله كخالق يعني خلق الكون في الأيام الستة وخلص. كلنا خليقة الله، كلنا خليقة الله، فكل مولود من مخلوق يعتبر مخلوق، يعني كل الكائنات مخلوق. نقول البشر مخلوقين، من يتوالد من البشر يعتبر مخلوق أيضا. الحيوانات مخلوقة، من يتوالد من الحيوانات يعتبر مخلوق أيضا. النباتات مخلوقة، ما ينتج منها يعتبر مخلوق أيضا. فالله كخالق كل الكائنات صنع يديه، كله من خلقه. كيف إن الله يعرف هذه الخليقة وكيف يرعى كل هذه الخليقة وكيف يعرف إحصاءها وحركاتها وكيف يعرف فهم كل إنسان وفكره ونياته ونبضات قلبه؟ أمر عجيب في الخليقة وعناية الخالق بها. طبعا علاقته بخليقته ده موضوع طويل ناخده على مراحل. اتفضلوا سيدي. فلتكن معنا كلنا من الاستاذ نور.